هاي يا حلوين، النهارده هيكون فيديو مختلف متحمسه له جدا. اول مره هجرب عدسات ملونه في حياتي، اول مره في حياتي البس عدسات ملونه. انت طبعا الناس اللي عارفاني من زمان عارفه ان انا بلبس عدسات نظر بس تكون شفافه. كانت عندي بصراحه الجرأه اللي هي بتاعت ان انا اجيب عدسات ملونه، كنت بخاف انها ما تبقاش حلوه عليا. مره واحده بس في حياتي جربتها، كانت اللي هي اليوميه دي اللي بتقعد يوم، جبتها كده وجربتها وكان لون غامق قوي اصلا، قريب من لون عيني ومحدش خد باله لا ولا كاني عملت حاجه اصلا. فالمره دي هجرب معاكم اربع الوان عدسات. في الفيديو ده تكتبولي رايكم ايه احلى لون عليا. بس خليني اعرفكم الاول على البراند دي، موجوده على انستغرام فيسبوك، هتبقى موجوده على كل السوشيال ميديا. هسيب لكم برده لينك الموقع بتاعهم. الموقع الفرايتي فيه بصراحه مش طبيعيه، أنا عمري في حياتي ما شفت موقع عدسات حلو قوي كده بصراحه. حتى كمان الحاجات اللي هي الكونتينرز اللي بتحطي فيها العدسات برضو حلوة جدا، شكلها حلو جدا، اشكال مختلفة. دايما عاملين عروض باي 2 جيت 1 باي 3 جيت 1 بلس، كمان الديسكاونت كود اللي هديهولكو بيديكوا 15% اوف على اي اوردر هتطلبوه. في فيديو مش تعمل لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجاية. فولو مي على كل السوشيال ميديا، فيسبوك تيك توك وانستجرام، بسيبهم تحت في الديسكريبشن بوكس. متنسوش ان انتوا تبصوا على الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف. اول حاجه في واحده انا لابساها، لو انتم ملاحظين يعني ان انا لون عيني متغير، لابساها في الفيديو ده والفيديو كمان اللي جاي. ما رضيتش افتح كل الالوان، ما رضيتش اشوفهم، بقالهم كام يوم واصلين لي وانا يعني ماسكه نفسي كده مش راضيه افتحهم. عشان افتحهم معاكم واوريكم شكل الحاجه بيبقى وهي مقفوله عامل ازاي، واحكي لكم برده عن الجمارك وعن كل حاجه، لان هو موقع اونلاين موجود على انستجرام وموجود على فيسبوك، وهسيب لكم الويب سايت بتاعه، ادخلوا بس اتفرجوا، حاجه رهيبه بصراحه. شكلها عامل كده من جوه البوكس، ده شكله مفتوح لان في حاجات انا فاتحاها بس دي مقفوله اهي. ده بيجي ده شكلها. دي الكونتينر اللي انتوا بتحطوا فيها العدسه، في اللي انا لابساها دي مثلا حطها اهو في دي، كنت عينها. هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل ازاي تستخدموها وازاي تلبسوا العدسات للناس كمان اللي ما بتعرفش. بيجي شكل العلبه، بيجي معاها كمان، خليني اوريكم، بيجي معاها العلبة نفسها اللي بتعيني فيها العدسات، وبيجي كمان معاها للناس اللي ما بتعرفش تلبس عدسات الملقاط ده، وعلى فكرة سيليكون يعني سهل ان انت تطلعي بيه العدسة، مش هيجرى لها اي حاجة ولا هتتقطع ولا اي حاجة. وده كمان لو مش بتعرفي تلبسي بتحطي عليه العدسة وتحطيها في عينك. فهم مهتمين بصراحة بتفاصيل يعني انا ما شفتهاش عند براند تاني. بيجيلك اربعة على حسب طبعا ما تطلبي، يعني لو انتي طلبتي اتنين بس هيجيلك اتنين بس. وبيجي كمان دي، اكشلي معرفش بصراحة ايه دي. بيجي بقى العدسات، انا طلبت اربعة، كل واحدة بصوا الكيوتنس بقى، كل واحدة بتيجي على حسب اللون. يعني دي مثلا على ازرق فهم جايبينها في باكج على ازرق، دي على بني مثلا فهم جايبينها في باكج من الالوان اللي على بني، دول على اخضر فجايبينهم في على اخضر. فباكجينج بصراحة تحفة جدا، بصوا شكله عامل ازاي، شكله لعبة اصلا. كل بقى واحدة هنا مكتوب الشكل، يعني ده لون العدسة نفسها ومكتوب الاسم هنا سترينتي، لا دي ايجيبت براون، دي ايجيبت براون، انا جايباها طبعا عشان ايجيبت. يعني يجي شكل الاصفر والاورنج وكمان اللبني، كل واحدة بشكل على حسب ما بتختاروا الشكل، كل واحدة بتيجي في شكل على حسب اللون وعلى حسب شكل كل واحدة. وبعد كده بيجي برضو في البوكس بيجي مراية معاكي، خلونا نفتحها بقى، نفتحها معاكم. ان 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 المراية مكسورة صدمت. طب ليه كده يا خسارة، كانت حلوة بس هي مش ملهاش كفر، يعني مش تقفل فتح، هي مرايه كده فمكسوره. طب في ستيكرز، دول ممكن تحطيهم على اللابتوب، دول شكلهم جمال قوي على اللابتوب على اي حاجه عندك. وهنا في التعليمات بتاعه تلبسيها ازاي، ادفايس يعني. في زي جيفت كده، ورقه كده صغننه بتعرفك بالبراند، تقولك هلو وبتاع. وهنا لو انت عايزه تكسبي معاهم او تخشي في جيف اواي بتشتري منهم تقريبا وبتحطي اللينك بتاعهم، بتخشي على صاحبه ممكن تكسبي على ست حاجه زي كده يعني. خلينا في المهم بقى علشان الفيديو ما يبقاش طويل. اول حاجه كاتبين في الفلاير دي ان انت لازم تبقي متاكده طبعا ان انت غاسله ايديكي كويس جدا والايد ما تكونش مبلوله،
قبل ما تحطي ايدك في العدسات او تحطي ايدك في عينك. كمان ما تلبسيش العدسات فتره اطول من اللي هي المفروض انها تلبسيها. يعني لو انت مثلا جايبه عدسات ليوم، هم عندهم ليوم وعندهم لسنه، انا طبعا جايبه للسنه يعني مش جايبه لليوم، فلو انت هي سنه يبقى خليكي في السنه، بس بصراحه ما بعملش كده قوي يعني. وكاتبين ان انت بتغيري الكيس دي بتاعت العدسات دي كل 3 شهور تغيريها، وكاتبين طبعا ان انت ما تنزليش تحت الميه بيها، ما تعوميش بيها، ما تاخديش شاور بيها. كاتبين كمان ان انت ما تستخدميش الميه في ان انت تحفظي العدسات، يعني لو مثلا حصل اي حاجه ومعكيش محلول عدسات ما تحطيش ميه في محلول عدسات تعنيها فيها. وكاتبين طبعا ان انت ما تناميش بيها، يعني شيء طبيعي. تتاكدي ان انت سايباها طول الليل في المحلول العدسات او المحلول المنقي للعدسات، علشان اما تيجي الصبح تلبسيها تبقى طريه ما تبقاش ناشفه. كاتبين كمان ان انت اول لما تطلعي العدسات من العلبه بتاعتهم تحطيهم الاول في محلول العدسات، وبعدين ترجعي ان انت تستخدميهم، ما تاخديهمش من هنا وتحطيهم في عينك على طول، لان المحلول ده بيبقى غير المحلول بتاع العدسات. فخلينا بقى نبتدي باول لون اللي انا لابساه دلوقتي، وعايزه اقرب لكم عشان تشوفوا اللون شكله عامل ازاي، هوريكم كمان في ضوء الشمس بيبقى شكله عامل ازاي. انا عاجبني اللون جدا، بس انا مستغربه شكلي شويه، فانا متحمسه للي جايين ان هم يكون شكلهم احلى، وعايزاكم تكتبوا لي رايكم انهي احلى عشان نكمل بيه بقى بعد كده، يعني البسه بقى فتره طويله واعتمده. يعني اول درجه اللي معايا دي اللي هي اول درجه، حاسه ان انا بحط ميك اب. اول لون معايا اللي هو اسمه بولار لايتس براون، هسيب لكم اسمه هنا على الشاشه. ده بيبقى شكله العدسه نفسها، هقلعها هوريها لكم دلوقتي. تحسوا ان هي غريبه جدا، شفافه كده، في نفس الوقت لون خفيف، وتختلف من شخص لشخص على لون العين نفسه. يعني لو انت لون عينك بني غامق هتدي لكي لون خالص مختلف تماما عن لو حد لون عينيه بني فاتح، لو حد لون عينيه ازرق، لو حد لون عينيه اخضر، بتدي على كل واحد. بحس ان هي بتشف لون العين نفسه وبتدي اللون عليه، فبحس ان هي غريبه بصراحه، بتعمل حركه غريبه، واول مره اشوف عدسه تحسه. يعني اما هوريها لكم في العلبه هتقولوا لا استحاله انها تدي اللون ده اصلا. فانا خليني دلوقتي بقى اشيلها عشان نشوف الدرجات التانيه. هعمل بقى كده، طبعا انا غاسله ايدي يعني، ودي الوحيده اللي انا اول لما الحاجه جاتلي جربتها وسبتها طلعتها يعني من العلبه بتاعتها. وباي ذا واي انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان العدسات دي نظر. انت قاعده في البيت كده من الويب سايت مقاس نظرك، مش لازم تنزلي تروحي للدكتور، قاعده على الويب سايت بتختاري مقاس اللينزز بتاعتك، بتختاري اللون اللي عاجبك، في كمان شفاف لو انت بتحبي الشفافه، في كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجيها وبتطلبيها تجيلك لغايه البيت. بصوا العدسه عامله ازاي، لونها عامل ازاي، خليني احطها لكم كده. شايفين؟ استحاله تقولي ان هي دي اللي في العين بتدي اللون ده. بقى تاني واحده وهي اسمها يور امريكان جرين جراي، ده شكل المفروض العدسه تبقى جوه. هي اكشلي بيجي شكلها على فكره زي الصوره، بس بتطلع في العين مختلفه تماما، يعني انا اظن ان هي مش هتطلع في عيني كده، فخلينا نجرب بقى مع بعض. ده شكل العدسه جوه المحلول اللي هم حاطينها فيه، لازم تشيلوها وتحطوها بقى في المحلول بتاع العدسات بتاعك وبعدين تلبسوها. هما طبعا كاتبين ان انت بتحطيها 8 ساعات الاول بعدين تبتدي تلبسيها، بس انا ايه عشان هنجرب بس الالوان فهلبسها معاكم يعني، انما في العادي لا هسيبها الاول وبعدين نلبسها. نفتحها بقى، مفتحش ليه. اي يا سلام. ايه تمام هنا كده حطيتهم، هاخدهم بقى تاني والبسهم كده على طول، واستعمل يا عيني المرايه المكسوره عشان اشوف للاسف. ودي تاني درجه، دي اللي هي اسمها يور امريكان جرين جراي، شكلها تحفه، عجباني اكتر من التانيه. خليني برضو اوريكم من قريب شكلها عامل ازاي، شكلها حلو قوي، ويعني التانيه كمان شكلها حلو قوي وطبيعيه قوي، وزاد كمان طريه جدا مش ناشفه خالص على العين، يعني مرتاحه برغم ان انا ما قعدتهاش في محلول عدسات كتير. الفكره ان انت تقعديها في محلول عدسات ده عشان تبقى طريه اكتر لما تيجي تلبسيها. بس قولوا لي رايكم في اللون ده، انا عاجبني جدا، حاسه انه مش اوفر. يعني انا عموما ما بحبش الحاجات ان هي تبقى باينه قوي او الالوان المقفره دي، بحب الحاجه تبقى ناعمه جدا يعني.
عايزة بس اكلمكم في حاجة سريعة كده بالنسبة لموضوع الجمارك، لو حد مش مصري يسكيب الحتة دي ويخش على اللي بعده، بس حابة اكلمكم في ان هي الحاجة بتوصلكم لغاية البيت، بتحطوا عنوانكم على الويب سايت بتوصلكم لغاية البيت، بس الاول بتدخل على الجمارك، بعدين بتكلميهم هما بيقولولك ان الحاجة وصلت الجمارك، انت بتعملي تراكنج للاوردر بيقولك الحاجة وصلت الجمارك، فانت بتكلمي البريد المصري اللي هو ايجيبت بوست، وبتقولي لهم ان انا ليا شحنة وصلت على الجمارك، فهما بيدوكي زي ايميل كده، ايميل للجمارك، بتبعت لهم ايميل على الجيميل عادي جدا، بتبعت لهم رقم تليفونك والشحنه رقمها كام، هما بيملوها لك في البريد المصري، وبتبعت لهم البطاقه وش وظهر عشان يفرجوا عن الشحنه، ردوا عليا بعدها بيومين لما بعت لهم الايميل ده، ردوا عليا بعدها بيومين الجمارك نفسها، هيئه الجمارك يعني، ردوا عليا ان هما اوكي تمام استلموا الحاجه، وان الحاجه هيتعمل لها يعني فحص وكده وبعدين هيفرجوا عنها. الموضوع ده بياخد قد ايه؟ بياخد تقريبا، خد معايا من اسبوعين لثلاث اسابيع. اتصلت اول اسبوع عدى، اتصلت بالبريد المصري، انت بتتابعي مع البريد المصري ما بتتابعيش مع الجمارك، يعني فيش رقم للجمارك، في رقم للبريد المصري، فاتصلت بالبريد المصري قالوا لي ان هم الحاجه لسه ما طلعتش، وان ما فيش اي حاجه تقول هو امتى هيفرجوا عن العدسات دي او اي حاجه، او الحاجه يعني نفسها، وما بيبقوش عارفين ايه اللي جوه، بس الجمارك بتفتح الحاجه، هقول لكم دلوقتي التفاصيل اللي حصلت. بعدين اتصلت بعدها باسبوع تاني قالوا لي لسه برضه، بعدين زهقت بقى فقلت هسيبهم 10 ايام كده، بعدين اتصلت قالوا لي اه ده هي طالعه بقى لها 5 ايام اصلا وكلمناكي ومحدش رد، فاوكي يعني. المهم ان انا لما جالي البوكس زي ما وريتكم، جالي البوكس مفتوح، ومفتوح منه العلب زي ما وريتكم، العلبه بتبقى عاملة كده عينة من كل واحدة تقريبا عشان يشوفوا الحاجة جواها ايه، فجالي مفتوحة، كانت واحدة كاملة مفتوحة تماما، فاتحينها يعني مش متهيسة كده، مفتوحة، وكمان جالي واحدة من العدسات زي ما وريتكم اللي هي اصلا انا كنت لابساها في اول الفيديو عشان كده كنت لابساها، جاتلي مفتوحة بالمنظر ده، بصوا مفتوحة كده، طبعا هما مش فاتحين العدسة نفسها يعني عشان بس ما نبقاش ظالمين، بس هما فاتحين عايزين يشوفوا ايه اللي جوه، فده بيبقى شكل الحاجة اللي جاية من عند الموقع نفسه، بتبقى مقفولة كده، وده شكل اللي فاتحينها من الجمارك. حبيت برضه اقول لكم القصة دي علشان تبقوا عارفين، تبقوا يعني ان في الموضوع، عشان تبقوا عارفين الموضوع هياخد قد ايه. الموضوع تقريبا خد شهر ونص عشان الحاجة توصل، بقصة الجمارك والكلام ده كله. وكمان اخر حاجة حابة اتكلم فيها، دفعت كام الحاجة؟ معليهاش جمارك الحمد لله في مصر كبيرة، فاللي عايز يطلب من مصر هما بيوصلوا لكل الدول العالم، يعني تقدري تطلبي في اي مكان، دول الخليج، مغرب، اي بلد في العالم يعني بيوصلوا لها مصر كمان. فالجمارك اللي انا دفعتها عليه، قلت لكم الحاجه جات لي لغايه باب البيت، والراجل كلمني قال لي ان الحاجه عليها 120 جنيه بس، فانا بالنسبه لي بصراحه كنت يعني كنت مرعوبه بقى من الجزء ده، لاول مره اصلا اطلب حاجه من بره مصر، مصر يعني، دايما ما كنتش بعمل الحركه دي، فدايما كنت بطلب على دبي وكده، وكانت برده الحاجه بتوصلني لغايه البيت، فكون ان انا ادفع عليها 120 جنيه بس الحمد لله شكرا يا رب يعني. فحبيت برده اقول لكم عشان لو حابين الناس اللي في مصر، لو حابه انها تطلب هتطلب قبل ما الموقع يتشهر في مصر، عشان لو اتشهر في مصر يعني هيحط عليه 1000 جنيه جمارك. بقيه الفيديو اكتر درجه بقى انا متحمسه لها هي ترينتي جرين. ترينتي جرين دي من البيست سيلر عندهم في الموقع، فتعالوا بقى نشوف شكلها على عيني عامل ازاي. تيجي برده في نفس الكفر كده، ودي بقى الكفر بتاعها جرين علشان هي اسمها ترينتي جرين، برده دي العين اليمين بقى بتاعتي. احلى حاجه بصراحه موضوع ان هم عاملين الاي سايد ده، يعني ان انتوا تاخدوا مقاس نظركم وتبقوا عارفين، وانا عارفاه من زمان، هو ما اتغيرش من زمان يعني، فانا اوريدي عارفاه، وبكسل بقى ان انا اروح بصراحه لدكتور. الدكتور اللي انا كنت بتعامل معاه زمان، لازم بقى تقعدي تستني الدكتور، تقعدي مع الناس يعني، تقعدي تستني دوره وبتاع. طب انا ليه استنى دوري؟ معايا عدسات وعارفه. لاحظت صمت ان 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 صديع العين، عين فيها وعين ما فيهاش، ولا لما افتح العين التانية هي اتفتحت بسهولة. تادا، خلاص لبستهم هما الاثنين. خليني بقى ايه اقرب بس، عيني دمعت. ايه رايكم؟ عجباني قوي برضو الترينتي جرين دي، طبيعية جدا وفي نفس الوقت محلية شكل العين ولايقة عليا، يعني حاساها مش غريبة عليها. خليني ازوم كده شوية عشان تشوفوا شكلها من قريب.
حلوة قوي دي كمان عجبتني. واحدة بقى اللي هي اسمها ايجيبت براون برضو بتيجي في نفس الباكجينج. وهفتح بقى اخر واحدة بوم. بصوا دي اقواهم، دي ايجيبت براون، وطبعا يعني انا جبتها بس عشان كلمة ايجيبت، يعني كنت متحمسة جدا اشوفها. هي زي فيها عسلي كده ومن بره الطروف خضرة، حلوة جدا برضو لو شايفين شكلها. بس دي اكتر واحدة حاسة ان هي بوم فيهم، او اكتر واحدة حاسة ان هي يعني باينة ان هي لون مختلف او لون جريء شوية. فعن طبيعتي يعني ان انا دايما بميل للحاجات الهادية قوي، فدي حاساها اقواهم. مش عارفة قولولي برضو رأيكم، بس حلوة برضو يعني تغيير، يعني ممكن مع ميك اب بقى سموكي كده يبقى شكلها تحفة الصراحة. شبه القطط شوية غريبة يعني. دي اللي هننهي بيها الفيديو، دي كل حاجة الفيديو النهاردة وبس كده. حلوين دي كل حاجة الفيديو النهاردة. قولي تحت في الكومنتس رأيكم في العدسات ايه وايه اكتر لون حلو. انا اكتر حاجة عجبتني هي اليور امريكان جرين جراي دي، مع ان حسيت لا مش دي، اللي هي دي اكتر واحدة حسيت ان هي حلوة قوي عليا، بس مع ان ما كنتش متوقعة خالص يعني. لما شفتها كده قلت مش هتبقى يعني مش هتبقى دي الفيفر بالنسبة لي، حسيت ان ترينتي جرين هتبقى احلى، بس دي بالنسبة لي رقم واحد، بعدين ترينتي جرين، بعدين اللي هي كانت اسمها ايه كلر لايتس براون دي عجبتني برضو، واخر واحدة اللي هي ايجيبت براون حسيتها اجرأ واحدة فيهم. بس كده دي كل حاجة الفيديو النهاردة. رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب. وكمان بسيب كل السوشيال ميديا تحت في الديسكريبشن بوكس، فيسبوك تيك توك وكمان انستجرام. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.